رسول الله سلامي رسول الله سلامي سلامي حبيب الله أنا دول بمركز اللي قارب بشر ربيع الأول وعبيش وده شيء صوبنه هنا محمد نحريس هنا بتكلي كركي ساعته أياسي بلار الله قحصة عالم كمسلمين تورن على كم وديق عن كهما وأعمالها سدوا الله قحصة سنة دول بدل الشد النبي كان نحريس هنا بتكلي كركي ساعته علم بدأ وحجرت كهوين يدل يرى أي صعد كم راي مجال ده أنت هزكت علم ذيك السوق يبقى شيء مناسب ده أي كشيء كي دل الشد النبي كان محمد نحريس هنا بتكلي كركي ساعته يوحى يكلي أنت أي معلن تودا شيء سد ده ba mahadoodan iska leh inoo suurta galiyay xafladeena qaaliga ah nabad qab iyo farxad iyo suruur ra isugu keenay aynagoo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka heema oo ka kooban yahay mashaaikhdi wa wayna muallimiinti labul ilmigi ururki haweenka ardooyinki dhamaan waxaan rabaa insha Allah inaan munaasabadan احتفال كذا لشهد النبي جل نصوبا صلى الله عليه وسلم أن لب إريكا إراهذو إريكا كوباد مولدك سيد أصل كا آيات فربدن يا أحاديث فربدن أيوليه هاي مركي لجاهد لهايو حق الجواز كيسة مولدك أعمال فربدن أو ليسوك هني أو ونواكسن وأنواع البر والخير oo lagu aadiyay maalintii nabigeenu u dhashay weeye (alayhi salaatu wa salaam) taasa mawlid la yiraahdaa hadday wacdi tahay hadday duco tahay khayrka la isamro xumaanta la iska reebo itcaamu tacaam iyo seerada nabiga (alayhi salaatu wa salaam) iyo sifaadkiisii oo laga sheekeeyo iyo in ka badan oo wanaagga qaybihiisa kala duwan ah ayuu mawlidku shamliyaa كل قد وحي سوق ليان إلهي أمر كي سوي يري وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أما إن مالنت أن لقوا أديو أدي لذا أي هاي ستوحى كم دقا أو مال ماموس له أو مال وين أو وح وين أو مهم إلهي أو سو درسيه أو أدونك أو كسو زيادية إن وناقل قابل سيو أما لما موسى حديثك صحيح ها يا رسول كان عليه الصلاة والسلام مركي لو يدي سنين تا سبب كؤسهم هاي وكؤس دري ومالك اللي دري عفلت أن وحي كؤس أبسن تا هاي سود وين النبي كان عليه الصلاة والسلام كفر حيدة إله إن معاد ونسيي وخلق كان وجود غي سبحانه وتعالى بشة أما مالمها كان هذا صوص عضو oo ina ku soo dhaw Ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga weyneeyay isaga ka waramay manzilada nabi guleeyay (alayhi salaatu wa salaam) maqaamka inta quraanka lagaga hadlay kaliya ayaan lagu soo koobi karin si guud Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku tilmaamay nabigeenu (alayhi salaatu wa salaam) inuu yahay raxmad khalqiga loo soo daahiriyay bini aadamka kaliya aan ahayn saqaleenka kaliya aan ahayn makhluuq oo dhan loo soo diray حتى بقح حتى جمادات ككلا إلهي قرآن كي سوى حكوت المام سبحانه وتعالى يسوى النبي الله خضابه يا صلوات الله وسلامه عليه وما أرسلناك رحمة إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كما أن أندري النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إلى رحمة هاي مويان رحمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام عيد كستويه إلهي النبي وحو كنت المامي عليه الصلاة والسلام أخلاق ذي سي يا طبيعة ذي سي بقرآن كنت المامي كويني وإنك لعلى خلق عظيم بإلهي إليه سبحانه وتعالى لنع كستو نبي إليه عليه الصلاة والسلام ورغن كيسا أيو إلهي كنت المامي إنه ويه إلهي قرآن كيسا وحو كنت المامي النبي فضل كيسا عليه الصلاة والسلام وكان فضل الله عليك عظيم بإلهي إليه سبحانه وتعالى فضل إلهي كسيي أو نبي الله محمد الكسيي وين يهي وحا إلهي سبحانه وتعالى قرآن ككت المامي نبي المنزلة دي سي غدر كي شرف كيسة ورفع أنقل لكم فرحتي بوجودكم بوجودي معكم وفرحتي
بوجودكم في هذا الاحتفال العظيم الذي هو يعتبر دليلا واضحا وبرهانا ساطع على حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد أحبه مولاه، ولم لا نجل رسول الله وقد أجله ورفع قدره مولاه سبحانه عليه الصلاة والسلام. وقد كان عليه الصلاة والسلام يخطب للناس على جذع، وكلنا نعرف هذه القصة، يخطب للناس على جذع فصنع له منبر من خشب، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع وذهب يخطب للناس على المنبر، وبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم يخطب للناس على المنبر إذا بالجذع يحن ويئن ويصيح، حتى يقول من يروي هذه القصة: كاد الجذع أن ينشق من الأنين. يئن لماذا أيها الإخوان؟ إنه يئن على فراق المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن النبي ربي يسر عسيرنا بالرسول واحمنا من أذاب آل المقام. ربي كن عوننا على كل خير بالنبي الهدى وأهل المقام. واكفنا من عداة وعدو وحاسد يا وليام. عبد كافي على عروس صومالي كيبل قال كعيو. bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu ku fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo ku ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto salaam somali bank waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo